طيب، زي ما احنا عارفين ان دايما رمضان في مصر بيتقال كده حاجة تانية، والسر مش في التفاصيل بقى، السر في العادات والتقاليد والطقوس اللي دايما بتكون موجودة في رمضان تحديدا. لكن في ظل هذه الطقوس والعادات كمان كان في يعني ثقافة وفن موجود في شارع فيصل، لأن كان في حضور كبير جدا لمعرض فيصل للكتاب في دورته ال11 واللي بتنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب بمنطقة الطلبية فيصل تحديدا بمشاركة أكثر من 30 دار نشر. المعرض بيقدم بجانب أجنحة الكتب عروض فنية وثقافية وكمان ورش رسم وتلوين للأطفال، وده بيكون عامل جذب لجمهور المعرض. خلينا نعرف أكثر عن الفعاليات اللي تمت في معرض فيصل الكتاب من خلال التقرير اللي جاي. معرض فيصل حالة من البهجة، حالة ثقافية في رمضان في منطقة فيصل والهرم، يعني في محافظة الجيزة بشكل عام وكمان القاهرة الكبرى. جمهور المصري بيفاجئنا كل سنة. احنا دلوقتي موجودين في وسط المعرض، الأجنحة موجود فيها زوار، الحفلات الفنية، الندوات، حتى والأنشطة الخاصة بالأطفال، الحرف اليدوية اللي موجودة معانا. احنا بنتكلم عن حالة ثقافية جميلة في شهر رمضان الكريم. الجمهور بينتظر معرض فيصل كل سنة، يعني حتى من غير ما نعمل دعاية كتير بنفاجئ ان الناس بيسألوا على معرض فيصل للكتاب. هي دي القوة الناعمة الحقيقية. احنا بنتكلم عن بناء الوعي الحقيقي، بناء الوعي الحقيقي فيما يقدم على مستوى الشكل ومستوى المضمون ايضا. تنظيم اكتر من رائع، الدكتوره نفيني كيلاني عامله شغل رائع جدا جدا. والمعرض ما بقاش مقتصر بس على الكتاب، بقى مقتصر على بقى في حاجات كتير جدا، بقى منتزه، بقى في فقرات للاطفال، وبقى في حرف تقليديه وحرف تراثيه. طبعا الشباب والاطفال ما كانوش يعرفوا عنها حاجه، فدي بتحيي حاجه جميله جدا جدا الصراحه. دي اعتبر المره ال11 على مستوى الهيئة كتاب حرفه الحصير، والحصير دوت طبعا دي كانت زمان بيتفرش في البيوت زمان ايام الريف. طبعا الحاجات دي انقرضت دلوقتي، بس ما دلوقتي خلاص. طبعا هي كسر الثقافه جت تحيه من الجيل الثاني علشان تعرف الجيل الجديد ما الحصير يعنيش. انا بنعمل احنا عيله سيرك، عيله راشد بتعمل فقره التوازن بامبوك، عباره عن ماسوره 3 متر 4 متر من شارع القوره، بيطلع طفل فوق يبدا يعمل العاب اكروبات. والدي اللي معلمني كابتن علي راشد، واحنا تقريبا 3 في مصر، والدي واخويا وانا. كابتن اشرف راشد لاعب بلانسات، بيطلع على كراسي وعليهم 4 ازايز تحت، بيطلع 6 كراسي او 7 كراسي ويرفع باشكال بلانسات فوق. مهتمه بالمعرض من سنين، باجي كل سنه ومش باجي مره في الوقت ده، لا باجي كذا مره. بحس ان هو بيسد فجوه كبيره احنا ناقصانا كشباب. بيهتم اكتر بالجيل الناشئ، الاطفال، بالحرف، بالقصص، كل حاجه متاحه للاطفال كويسه جدا. احنا كشباب برضو محتاجين دعم من المنطقه الثقافيه او المناطق يعني الادبيه او العالميه الادبيه، كل حاجه احنا محتاجين حاجات كتير قوي. دي تاني مره اجي فيها المعرض، هي ميزته ان هو اغلب الكتب اللي فيه مخفضة، أسعارها كويسة، خصوصا بعد أسعار الكتب دلوقتي بقت أسعارها عالية جدا، فهو فرصة كويسة للناس اللي على قدها، يعني إنها تشتري كتب بفلوس قليلة يعني.